نتاع الـ A22 الجالكسي A22 سمارت فون الحدث المزيان برشا نتاع سامسونج فيها قداش 13 ميجا بيكسل فيها ريزوليسيون نتاع 5 ميجا بيكسل وإلا 2 ميجا بيكسل ربي في رفيق قبل ما نجاوبك نحب نقول كلمة صغيرة تفضل في الكورة يقولوا الجوارات هما اللي يصنعوا المدرب هكا ولا صحيح وفي الإعلام المنشط هو اللي يصنع الإذاعة ايه يعني وما شاء الله عليك صدقني انت ديوانه فاهم نسمعوها الحقيقه قصدي اما بوجودك انت زدنا سمعناها ربي يفرحك عايشك يا حسام يفرحنا برشا كلامك صديقي والديوان بالناس اللي فيها من قبل ما نجيو احنا وكي خلطنا احنا وكي خلطنا وفل وعاد البهليل والبرامج السابقه وان شاء الله مع بعضنا نكبروا الناس اللي كل كلامك يفرحني ميرسي بوكو يا حسام عايشك عايش وبربي اخر حاجه اخرى قبل ما نقول لك الاجابه بربي انا يطلع معايا من السبعه من السبعه تكشي للتسعه ونص فهمت يطلع معايا معدل ما بين 10 و15 كليون فهمت الكليونات نحط لهم معناها اذاعه وطنيه اللي يطلع ديريكت يقول لي حط لي ديوان افان هذه حاجه الاولى بعد ما يقول لي الكلمه هذيك نسالوا انا سؤال نقول له تو بربي انا هو احسن منشط معناها احسن كرونيكور يعجبك في الجروب نتاع ديوان افلام عندي الستاتستيك تحبش نعطيك الستاتستيك اعطيني والله اعطيني هو مال الستاتستيك اصدق نتاعك يا حسام الاولاني هو الزياد اكثر واحد محبوب واكثر واحد يشوف عليه ويضحك ومش نغادر راهو من بعد الثاني يجي الحاج الحاج معناتها انت راك انت متعصف عليه برشا ما يحبوه برشا برشا هو هو ذاك اللي صنع له شعبيه لانه انه ضحيه في البرنامج الثالث هو الالتحاق الجديد اللي هو ميغالو 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 الرابع هو نصر البدوي اي مقاول الخامسه هي سندريلا السادسة هي سونيا والسابع هو برهان بسيس ونخيان بين سور التودي خاطر مثل ما خداش بلاصة البارودي مش التودي وإذا كان إذا كان تحية تحية للترودي أنا بربي بس كل واحد يعطيه حقه راه برهان بسيس مارجري معناها قبل الأخر أما فما ديما يقولوها بعد ما يقولوا لي حطوا لي الترتيب هذا في الترتيب قبل الأخر يقولوا أما ما شاء الله عليه قديش مخه معك أما ما شاء الله عليه علاش بن عليك 23 سنة إيوي هذاك علاش بن عليك 23 سنة كرتش لك الشعب الشعب ناقم ناقم ما نحبكش تتكلم نخزر لك هذاك سي الريفليكس نتاع برشا مواسم ما ماكش باش تتكلم حتى لاخر الحلقه صديقي حسام نلعبوا على بيتس من اهداء سامسونج 13 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل ولا 2 ميجا بيكسل الكاميرا سيلفي نتاع الا 22 يلا هي الاجابه 13 ميجا بيكسل 13 ميجا بيكسل تسمعنا كل يوم دونك زيد نعمل لك تشفيق ونفجعك زيد اما دقيقه برك بربي في اخي درجين يا حسام ما يقول لي باب اخر دقيقتين دقيقتين زاد تفضل عندي زاد الاستاتيستيك نتاع الاذاعات الاكثر استماع قبل ما تكون جنون زي الاذاعات اذاعات هذوما اللي خلي كل واحد احنا الثامنين معروفين كل واحد احنا ديما مع سي حسن ربي يبقي بين الثامنين والعشرين في العشرين اللي خلوه لا هذوكم تاعو هو اما صدقني انا قلت الاستاتيستيك بتاعي لا ما نسميوش راهو الكليونات بالصوت والصوره راهو صورهم يفضلك وكلامك يفرحنا برشا اما ما نسميوش اذاعات اخرى في علاقه بامور صندوق لا ما نسميش تو هكا تو انا راني برو نسمع فيكم يوميا مستمع برو مستمع برو حسين بن جمعة فرحنا برشا كلامك صديقي ونقول لك من غير إطالة مبروك عليك البوت من أهداف مبروك يا حسين يا معلم مبروك عليك الجالكسي بوتس بلوس سعرها الأقصى المقترح 699 دينار من أهداف سامسونج حسين كان عندك على شكون تحب تسلم في 10 ثواني يلا في 10 ثواني ولا نحب نسلم على امي وبابا فهمتني وماذا بيا الليلات هذين خصوماتهم على بعضهم يرجعوا يحكيوا مع بعضهم ونحب نسلم على اختي علاش علاش متعاركين علاش متعاركين كان سي با تري واحد انتيم معناها والله يسمع صدقني متعاركين انا حكايه تافه لا لها راس لا شيء صدقني متعاركين معناها ايش بيك كيما نقولوا لك عطيته المفتوح حطيته له بارد شويه مش سخون هذه عركه يا ربي يهديهم ربي يهدي سرهم ربي يهدي سرهم ونحب نسلم على رجي اختي في الامارات ديما تسمع فيكم زادا وسلمكم تبعث لكم السلام اختي وفاء بيان سور وسورتو سورتو اسومه اسامه ولادي نور عيني يا ربي يفضلهم له كيف يفضل لك الناس اللي تحبهم الكل حسام بن جمعه من تونس ربح معنا جالكسي بوتس بلس من اهداء سامسونج نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا للبلاتو ما تبعدوش Publicité. Tessalon la fille Tunis El Kobra à Kedat Saïd Fasal Khamsa.
تسمعونا في صفاقس على الفريكونس ناف أند واندر. تسعة ونص مع رفيق بشناق. يلا رجعنا لكم في الريف ميغ تول معنا صديقنا حسام وفينا الساعة الثانية. نبدأ في الكويز نمشيو في الاختبار تسويت كويز. يلا سيدي نبدأ بالأرقام في علاقة بالسجون 40% ماذا تمثل في علاقة بالسجون والمساجين؟ مش سألتون السؤال هذا البارحة ثلثية المساجين قيد الاحتفاظ فما 40% من الأجانب جازي خير سيد برهان 40% في علاقة بالمساجين والسجون 40% قضايا شيكات سندريلا انسى هما مساجين و60 رجال برنسة لا متاع فلوس شيكات يعني. شيكات نصر تحية لسونيا شبان دي جون زيت يمكن كما قال بوريان شيكات خويا رفيق شيكات 40% في علاقة بالسجون والمساجين هي نسبة العودة 40% من المساجين يرجعوا على الأقل مرة للسجون معناه كان حبوا نعملوا الواحد تقريبا مسجون على اثنين يعاود يرجع أين دور الإصلاح في السجن الأجوبة تقريبا كلها خاطئة تحليل برهان الحاجة مشكلة في المساجين ولا في سجوننا ما تصلحش بالحق نجم تزيد تفسد العبد أكثر من اللي تصلحه المشكلة فما مش ما نقولش كذبة فما كلام كبير نحن ما نعنزه كذا واحد ما تأطير ما بعد المرحلة السجنية اللي هو مستحيل كلام فارغ يخرج من الحبس لا فركس عليه حتى حد لا فما كل مرجدة كل يشوفون في الأفلام الأمريكية ويجيوه خدمت ما خدمتش عملت فما وجهوه الخدمة وجهوه الحاجة بهذا كله واله عادي جدا تشوف النسب المرتفع بتاع العود فما لي في الحبس رفيق زاد الإجرام تدخل على حاجة فارغة تخرج مجرم هذاك هو علاش نورمالكي تدخل على حاجه فارغه تقضي العقوبه وترجع لحياتك العاديه علاش تخرج مجرم اش فما في السجون شنو هي الاخطاء كيما قال برهان اذا الجانب حكايه الاسلاح ما بعد وكل ريانتيغراسيون تاع يزيدوا سكروا عليه مش فقط بعد السجن حتى اثناء حتى التكوين اللي ما عندوش صنعة يتعلم صنعة اللي ما اللي يحب راغب في أنه يقرأ هذه الكل ما وش موجود دونك هي السجون والإصلاح السجون موجودة والإصلاح الإصلاح ما فماش سمحني سوني السؤال الثاني كل وصم هذاك التشنيطة اللي يخليها لك حياتك كاملة ما يسمى البيتروا البيتروا أنا سيدي غلطت مرة نحب بعد نمشي نخدم نمشي كذا والعقوبات البديلة اللي ما نحبوش ندخلوا فيهم علاش أنت اللي تحكم عليه بشهر وشهرين وثلاثة ما تعطيش دي ترافو دانتيغي جينيرال عقوبة بديلة برمشي نظف جنينة برمشي ادهن إدارة 50% من أسباب وفاة الشباب في تونس ترجع للحاجة هذه شنية رف مقر يلا 50% موت الشباب السبب متاعو الحاجة هذه برنسة الإدمان فك الحكاية تقوم يعملوا الأكسيدونات الدخان يا الدخان ناصر كحول الكحول سونيا حوادث المرور برهينة انا مش نقول لك الدراسه اللي قعدت على قلبي وما قريتش في البوكس نيوز هذيك في الساعه الثانيه في النص ساعه الاخيره اعطيني ريبونس مش نعطيك سبب بالك شيء هذا يبدا عارف معناها قال لك العارف المضار نتاع العارف الصعيب كيف وكيف الدخان يقتل معناه لدرجه انه يقتل الشباب والله يمرض بقى لا ما قاعد تقتل فينا نحن عارف بعد 50%
من شبابنا للأسف يموت ما بين حوادث سيارات وموتورات. والجواب صحيح بالنسبة لبرهان وسوليا الدهماني. احنا ديجا ساعات نحلوا نقولوا برشا صغار قاعدين يموتوا تشواسة تمبريسيون ساعات تلقى 50% السبب نتاعهم الكراهب والموتورات وأرقام الموتورات تفجع برشا 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 برشا. ليزي الموت ليزي المخلفات كي تقرا الاستاتيستيك نتاع قداش من واحد ولا ما عادش يمشي وقداش من واحد ظهر وسقيه وغيره وكذا. قول ربي يهدي. نكملوا الكويس في الساعه ما تبقى من البرنامج في النص ساعه الاخير. نرجع لكم بعد الاخبار. تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. We'll be right back.
تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 91.2. كيف ما يحلى لك زيديني زيدي في دلالك عليا سحرت عيني صح عليك وعيني ما تشوف الا بيك خطفت قلبي صح عليك والقلب مش صابر عليك سحرت عيني صح عليك عيني ما تشوف الا بيك خطفت قلبي صح عليك حبك ونخاف عليك ايجالي نخبيك في مامو عيني ونملى حياتي بيك كان نحسك بردانة على نار ندفيك يا روحي انا نحبك انا الله بحبي يبليك كيف ما بلاني بيك حتى كي تكون معايا مشتاق لعينيك اسمك في كل حكاية وسكات يحكي عليك يا عمري أنا حبك أنا وبابا محيي
مش قالوا الستار الكل مرة ضحكة كبيرة وطلع عبركم انتي ومدخة بارو موسيقى ودمار مش قالوا الستار الكل مرة مش قالوا الستار كله معنا هو بدري بدري معنا ضحكة كبيرة وطلع هو بدري بدري معنا عبركم وطي مدخل هو بدري بدري معنا بارو موسيقى والمار مش قالوا الستار الكل معنا اخر ربع ساعة في حلقتنا لليوم واصلين معاكم حتى للتسعة ونص نتاع الصباح نمشيو توت سويت للبطاقات كارتون دو جور نحكيو بعد شوي على نفايات صفاقس مع سنية نحكيو على الحكام والضغط المسلط على الحكام والمدربين في تونس مع البرنس انقلاب فرنسا مع برهان بسايس الجي سي سي ولكن البداية كورة كلاسيكو الافريقيا نجم 1-0 للإتوال التفاصيل مع ناصر البدوي والله أنا حبيت نحكي على المباراة هذه اللي بالحق اليوم وقت اللي تشوف الريكريتمون اللي عمله من النجم الساحلي في بداية الموسم أنا نعتقد أنه النجم الساحلي في الطريق السوي على خاطر قاعد يعمل في أهداف رياضية ونتائج معناتها إلى حد الآن ممتازة يلقى روحه البارح يلعب في كلاسيكو ضد النادي الفريقي اللي النادي الفريقي مالوريزمون في المباراة الأولى كان تعثر في ملعب حمادي العقربي بيرادس كان عمل تعادل مع رجيش هذا ما خلى فما ضغط كبير على المباراة اللي البارح معناتها كانت مهمة بالنسبة لزوز فرق لكن النجم الساحلي عن طريق الشيخاوي اللي مارك هدف مزيان برشا والطريقة اللي مركها بها الشيخاوي تأكد اللي العمر ما عندوش قيمة قد ما تبدأ عندك الانتليجنس في اللعب اليوم الشيخاوي كان ناس تتذكر الميموار متاع البونتو كيف استجر البونتو الشيخاوي الكرة في ال 18 متر متاع الاتوار تهزت صار كونتر مشى جراء بريسك مسافة متاع الميدان الكل يلقى روحه باسور ريتريت حتى طون بروفوندور في وستلاكس متاع الكلوب افريكان مالوريزمون اللي فيه برشا في قل معناتها الحق متاع ربي فيه برشا مشاكل من ناحية دفاعية لكن الشيخاوي فريمون أكد 34 سنة في العمر هذا قاعد يمركي قاعد ديسيزيف مركز زوز بونتوات في الكاليفيكاسيون بالنسبة للشامبيونز ليغ اليوم قاعد يسجل مرة أخرى راهو الملاعب يبدا منضبط ويعرف روحه شي يحب ويبدا عنده المواصفات الكل ينجم يمشي لبعيد لكن متاع مسؤولي الإفريقي من الحكم في بلاستو في حقه الحكم مظلم الافريقي لولا الحكم كان تكون مقابل اخر البارح ولا لا انا نحب نعطيك عدد اللي كبير برشا البارح اكثر من 13 ورقه صفراء تمدت في مباراه زوز ورقه حمر تمدت في مباراه معناتها كان فما انجاجمون كبير ما بين زوز فرق لكن ظهر لي زاد خوف الحكم اللي من الكلاسيكو حب يتسيطر على المباراة حاول من الأول باش يخرج دي كارتون جراتويس ناس يهديك جاوبني طول على سؤالي ما تمشيش يمين ولا يسار قلت لك هل ظلم الإفريقي نعم أم لا ما نطوروش معناها تحب أنا أقول لا مانيش باش نخسر معك أربعة دراجة هو السؤال يتجاوبني عليه إذا كان ما تحبش تجاوب نمر مانيش أنا باش نقعدوا كل قضية نعملوا فيها أربعة دراج خمسة دراج هكا ولا زيد لا ناصر يجاوب فيك بأمور معناتها متاع ماتش يفسر المستمعين وكل مش حبة هي احنا ما نظلموش الناس احنا نحاولوا نعطيو حق الناس هذه الناس تعمل في مجهود وقاعدة تخدم وقاعدة تسعى بشتوى اليوم الحكم
حاول باش يجتهد، حاول باش يحط كل واحد في بلاصته، اعطاه برشا دقائق. اعطي رايك رفيق، اعطي رايك. لا يعرف يعرف يعطي رايك. هاكا يفشفش شرب كوره، خدمنا في التسعه سكور مع بعض. شربت دوايا فشفشه ميسي شمري. اما اعلام البوز هذا وكل بالحق. انت برشا. اي اعلام البوز، ناصر تحليله صحيح، معناتها التشعيل بين الجماهير وبين الحكم. الظلام الافريقي للحكم البارح، لا مش خاطر سمعت ما بدلش الماتش. والمسؤولين تقريبا حطوا الهزيمه على الحكم. لا ما بدلش. قال لك الكلوب نجم تخسر، اما الحكم هذا ما ينجمش يكون حكم، باش يطالبوا منعوا من انه يزفر لو كلوب حتى لين ينتهي في المشوار الرياضي نتاعو. برهان كلوبيس انت فاناتيك، نعم ما بدلش الظلمكم الحكم، الظلم اللي يحكيوا عليه المسؤولين امبارح. الحق ما عنديش فكره في التفاصيل، يعني ما كنتش مركز برشا في معناها اللقاء تبعته، خاصه الشوط الاولاني. بدايه موسم الكلوب عليها كان تعالج الثغرات اللي عندنا، فما ملاعبيه نعرفوا مازالوا ما تاهلوش، ان شاء الله بقدر ربي تكون عندها وجه اخر في قادم الجولات. نرجو نحكيوا مع البطاقات بعد الفصل. بوبليسيتي في عيد ميلادها الثالث تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5. تسمعونا في سفيقز على الفريكونس 9:30 مع رفيق بوشناق. رحت مكملة في الراف ماج مواصل. ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك لطف فيه. لطف عليك وهو رفيق. قضاء أنا اللي مقابلني لابس بلاكة ولابس كاسكيت، قدرة عجيبة على قدر ما يتعبش تضربه ما يتعبش، تسمعوا الكلام ما يتعبش، تعتدي عليه بالعنف ماذا ما يتعبش. هنيئا فريمو هنيئا. ربي صبرك سي زياد. ربي سامحني تضرب، معناتها انت تتباهى اللي تضرب وتضرب فيا، معناتها عاد بوشناق مسيبين، معناتها الحمد لله جي قايس سعيد باش يحط حد لل دخل عائله بوشناق. عائله بوشناق انت تضرب ولد خالتك يضرب، ما نحبش نقول زاد اختك مره حصرتوني في الدار، معناتها عملت فيا اللي ما تعملش. جات سونيا الحمد لله فرقه 17 منعتوني. اختك كانت في الداخليه. اختك كانت في الداخليه. نمشيو للبطاقه الثانيه، نحكيو على انقلاب فرنسا مع برهان بسيس. سامحني رفيق، راني قلت لكم انقلاب السودان، يبدو انك ماكش مركز. لا صحيح، انقلاب فرنسا عندي انا ربي ثبت لورا. انا فما معدة ساعة لاخر لحظة انت انقلاب فرنسا. مش هذه المرة الأولى المحاولة. لا وانا حاضر. هذاك زياد باش يحكي على انقلاب فرنسا وباش يذكر بالمحاولة الانقلابية الأولى عام 61 ما يسمى البرهان. لا من 2003 في الجزائر. اي بعد الكذا. انا في بالي انقلاب فرنسا، اعتذر اني سمعت. ما نحبش نحكي في انقلاب السودان، نمشي نحكي على فريق. انا حر، انا فريق. بربي يقول باش تحكي على الميكرو. اسمعني باش نربحكم برشا تكنيك. خص الميكرو خير. اعطيني سفاقس وسونيا دهماني ومعذلة النفايات. فعلا سفاقس تستغيث. سفاقس بربي سامحني، بربي المخرج صورهم، بربي صور المهزله اللي نخدم معها، قايل له من غادي وعاملين حلف ويلعبوا برهان فرحان، وين نعملوا حلف على رفيق، وين نعملوا سابوتاج في البرنامج. معطيات ونتبادلوا في معطيات تاريخيه. بربي اعطيني معطى. قال يا اخي الانقلاب بتاع 2003 هذا صحيح ولا 61؟ قلت له انقلاب واحد على دوغول حاولوا جنرالات فرنسا اللي كانوا في الجزائر. هو قال لك هكا وانت جاوبته على دوغول. اي نعم اي نعم. لا اله الا الله. انت غزل انا وهي عامل حلف. ما يحدث بس نعاودوا صفاقس تستغيث. صفاقس تراكم آلاف الأطنان من النفايات منذ أكثر من شهر، وهذا بسبب غلق المصب الكبير متاع عقارب اللي كان من المفروض يغلق في 31 ديسمبر، لكن فاتت طاقة الاستيعاب نتاعو التحمل. السكان في عقارب تعرضوا للشاحنات
وما سمحوش أن نفايات تصب في عقارب. تصوروا أنتم المشهد من عرش اللي نشوفه في الصور، يعني في كامل المناطق البلدية، في مدخل باب الديوان أطنان وأطنان، مئات الأطنان من النفايات المنزلية. نخليكم تتصوروا الروائح، الحشرات، الله يعلم. يعني مع الأسف صفاقس اليوم على أبواب كارثة بيئية وصحية. زارتهم وزيرة ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة، أنا ما شديت من كلامها، كان حاجة برك، وكانت عندها الجرأة أني تقول لهم، قالت لهم أنا ما عنديش عصا صحرية، لأني الوضعية هذه تدوم منذ سنوات. وبطبيعة احنا في سياساتنا وتبارك الله علينا في تونس ديما نخليه ليلة صلى الله، وقت اللي ما عادش فيها حتى حل، معناها من المفروض كنا نخموا في الموضوع هذايا منذ سنوات ونحضروا لغلق مصب عقارب. لا، خلينا حتى للنفايات ولا وبالأكوام. من عارش كنت تفكروا بعد الثورة تقريبا كل المدن في تونس عاشت نفس الشيء، وشفنا أطنان من النفايات. اليوم المصيبة الكبرى اللي صفاقس ما فماش حل جذري وطويل المدى. الحلول المطروحة أني كل بلدية اليوم تختار أرض تحط فيها النفايات متاحة في صفاقس، حتى لين تحضر وحدة معالجة النفايات وتثمينها. بعد شدوا روحكم مليح، عام ونص عامين يلزمها باش تحضر. أنا شوف أنت في هالعام ونص العامين شنو اللي باش ينجم يصير في صفاقس. مع الأسف هذه هي سياسة بلادنا. مسؤولية تشكون نحي أنت الوالي، أعمل اللي تحب، رئيس الجمهورية تكلم في الموضوع قال الحشرات. اليوم الوضعية كارثية في صفاقس ولا بد من حل جذري وفوري. هو المشكل مش جيت كيكا راي، فما محضر جلسة مصحح اللي العقارب راهي القونة متاع عقارب راهي ما عادش تقبل اللوح. معناتها اليوم وين استراتيجية؟ وين الناس اللي خدمة قبل؟ علاش ما برمجتش؟ علاش لين وصلت الوضع ذي؟ وينكم الناس تو؟ احنا قبل تذكر رفيق كنا نحكيو على الانتخابات البلدية اللي باش تبدل. يا ودي الكارثة اللي هذه صارت عمرها ما صارت في تاريخ تونس اللي قاعد صاير. انا مشي نعيش في صفاقس ونعرف يا رفيق، ولات كل حومة تمشي تشعل النار فك البلاستيك وفي الوسخ وفي الدنيا، وفما ناس راه ولا فما مرض قاعد. ممكن احنا عشريه كامله مسؤولين يحكموا فينا، معنى حاشا اللي ما يستاهلش. مع عموما بيرسيبسيون جنرال، ناس ما تحشمش، ناس ما تخدمش، ناس ما تحبش تجي على المناصب وغيره، هذا ثابت. مش انا باش نقوله اليوم يا اخي، في وقت ما الاتحاد لازم يلعب دوره باش يمنع البلاد. الاتحاد الجهوي في صفاقس غادي غريف جنرال، صفاقس ما عادش تخدم حتى لين تلقاو لي حل المعضله ذي. الجريفات مش كان على الزياده والكلام وغيره، شهريه ونزيد وما نزيدوش وكذا ومفاوضات. لا لا لا، غريف اي نعم غريف. نحكي على العشرية القديمة مش اليوم. اليوم لا رئيس مسؤول، لا حكومة، لا وزيرة ذي مسؤولة. جاء البارح في الليل لحظة نكمل نحكي سيريو، ماهيش الوزيرة ذي مسؤولة، مش الحكومة مسؤولة، ماهوش رئيس. جاء اليوم، ولكن نحكي وقتها دون لطو علاش خلاوها الاتحاد بالقوة بالبوفوار يدافع عن الناس تسكن غادي اللي تاثر بهم المضرورين، طبقة شغيلة، ناس راهو معناك تحرق سكان الزبلة كل يوم باش تعيش الزبل قدامك. انا وراوني تصاور، احنا ماناش في الحقائق الاربعة نتاع حمزة باش ناخذ الوقت برشا للاسف. عندي تصاور في التليفون ما تصدقش انه هذيك صفاقس يا برهان. مسؤولية تشكون كي الناس اللي تحكم وقتها ما يحشموش. يا اخوي على الاقل الاتحاد يرجع البالانس لمصلحة الناس هذه. اليوم وزيرة بالنسبة لي خطأ اتصالي كلمة العام ونص عامين، لانه تفشل حتى كان ذاك ما نعرفش يفوت روفي حاجة اخرى مش تقولها. قلت ما عنديش عصا صحرية والحلول الوقتية للقاوم ان كل بلدية في صفاقس تختار ارض تحط فيها. اما تصور انت شنو اللي باش يصير؟ سكان كل منطقة بلدية اللي باش تجيب تحط ارض بحذاهم وتقول لهم رانا باش نجيبوا زبلة المنطقة البلدية ديك الكل نحطوها غادي، باش يقول لك ليه. والحق معاهم صفاقس هي البداية. وقيلت في اجتماع متاع السيدة الوزيرة البيئة مع رؤساء البلدية راهي جاية لتونس الحكاية هذه، عندك مشكلة في مصب برشكير راهو ما عادش يقبل أكثر. راهو جايتنا المشكلة في تونس، جايتنا المشكلة في سوسة، جايتنا في سوسة. إيه هذا ما يتعملوش برهان سيريل دو كريز؟ يخلوا عايشين في البوبيل يا رسول الله، ما يتعملوش سيريل دو كريز؟ بل كنا نضحكوا على قصة الاستشراف الرايون، وكتتذكر سونيا تحط لك البرمجة متاحة اللي بعد عامين نهار اثنين على الساعة الرابعة باش يطلع لك المغني الفلاني باش يغني لك في الرايون والاستشراف وين يوصل. وانت عارف راهو الزبل معامل انت، معناها اتفاقية انه مصب بتاع قارب باش يسكر.
خليني نختلف معاك. بالعكس انا عجبني الكلام وزيرة البيئة في صفاقس، لبيعت الاوهام كانت نجم تمشي في بيعان الاوهام وتمشي في نظرية المؤامرة وتمشي في الكذا، بالعكس كانت عقلانية، قلت لهم هذوما مصحين عليها انتوما في بالكم بلدية عقارب اعلمتكم من قبل بشهرة انه ما عادش باش تقبل، ما لقيتوش حلول، ان شاء الله لقاو حلول في الحكاية هذه. حاجة واحدة ما يزماش الله غالب، انت هنا في موقع المسؤولية، احببت ام كرهت مطالبه بالنتائج ومطالبه بالحق. هذا هو خاطر سيه الوزير يجي قدام وشانت يقول بعد عامين، شكون ضمن لي انت عامين باش تقعد معناها، والبلون اللي باش تحطه باش يخدم بعد عامين؟ ثم حلول وقتيه تحفظ للمواطن اقل درجات الكرامه. اليوم لازم تتلقى من وزاره، من رئيس، من رئيس الحكومه، من غيره، ومن بعد نحكيوا على الحلول الكبيره اللي تنحي النوع نتاع المهازل. كما قال بورهينا برشكير على ابواب المشكله جايه لتونس، وليو بلاد عايشه في بوبيل عشريه اخيره وصلتنا للشيء هذا. نمشيو نحكيوا مع سندريلا على سي والتغطية الإعلامية. سندريلا تفاصيل البطاقة ولونها. يلا بطاقة صفراء اليوم كلنا نعرفوا اللي احنا متعطشين للمهرجانات وللإيفينمون اللي يحكيوا على الأفلام وعلى الفن والثقافة، ولكن أنا لاحظت اللي غدوة افتتاح أيام قرطاج السينمائية الدورة 32 اللي يديرها سيريضاء البي، منيش حاسة كلي ميدياتيزيكم يلفو، ماش الناس تحكي عليها بالكدي، نحكي على فنانين ما نعرفش، أنا ما فهمش حتى ضيوف توينسة اللي هم الفنانين متاعنا للبرة كما هند صبري، درة زروق، ضاف العابدين اللي ما شاء الله عليهم نراوهم في أغلب المهرجانات العربية، ولكن تقريبا تحضر هند ما تحضرش، درة يحضر، ظافر ما تحضرش، علاش ما يكونوش كل عام كل ما يكون فما أيام قرطاج السينمائية يكونوا هوني موجودين باش يساندوا وباش يخليوا الناس تحكي عليه بالكدي. نحكيكم على رضا البي اللي كان حاضر مع مدام وجيهة وقال انه السنة باش يكون فما 50% من الجمهور اللي باش يكونوا حاضرين في قاعات السينما وباش يكون فما بروتوكول صحي. قال اليوم ارتحنا من البرلمان على خاطر مستنسين النواب ياخذوا دعوات وحدهم من غادي لغادي ويكونوا حاضرين، والسنة مش من هب ودب باش يكون حاضر. جسبيخ ان شاء الله غدوة مراوش الناس ما عندها حتى علاقة بالفن والثقافة. كيف كيف فما بوليميك صايرة على الافيش متاع الدورة 32 اللي راو فيها هند صبري تكريم لها في اول دور لها في صمت القصور. اش قالوا يا سونيا؟ قالوا هند صبري شريت بالفلوس التكريم هذا واعطات برشا فلوس لوزارة الثقافة باش يكون وجهها موجود في الافيش متاع الدورة الحالية. الشيء اللي انا اللي قالوا رضا البيهي قال معناها يزيونا من التلاكليك في افيش هند صبري، هند صبري ما عطاتش فلوس، وانا ما نصورش اللي فنانة كيما هند صبري باش لوج على حكاية فيها. اللي نتمنى المهم انه الدورة 32 تكون دورة ناجحة ما فيهاش اضرار صحية خاصة ويحترموا البروتوكول الصحي. باش نتبعوا الجي سي سي باش نحكيوا عليه وعلى اللي باش يصير في الجي سي سي. نتمنى الدورة تكون ناجحة. كممثل يهمك الجي سي سي تمشي يسدعاوك ولا ليه؟ والله يختلف فنك، نقص في الرخماك، نقص في جودي تو، والله يقبل كان عنده رونق وترقى لي جون يهبطوا يا رفيق. تو ما عادش كيما ريت انت كي وماي ما قاتك باش نحكي لك ايام شكون حاضر انت وراف بن عمر فتح الهداوي باش تحضروا؟ انا فتح الهداوي صحاب باش نحضر. ام والله اختلف فنك ما عادش فما رونق، ريت كي قال لك رفيق ما عادش فما حس. قبل كان فما صديقنا التاكسيست في الانتظار رشيد العشي. رشيد صباح النور. صباح النور، اهلا بيك رفيق. شنو احوالك يا رشيد؟ الحمد لله. العائلة لباس، الصحة بخير. الحمد لله. صديقنا رشيد تاكسيست من تونس الكبرى بعث لنا تصويرة في الفريكونس تاع الديوان 93.5 في البوست نتاع التاكسي نتاعك وخرجت معنا في عملية القرى. قداش عندك من حديث الفريكونس في الكهرباء رشيد؟ والله من اللي بدا البرنامج نتاعكم من اللي بدا الرفماك. وهذا صديقي تبع فينا، انت مستمع وفي، وعلى الوفاء نتاعك الديوان وزيت السافي يهديو لك 200 دينار كاش. مبروك يا رشيد. مبروك يا رشدي يا معلم يا باهي. مبروك عليك يا رشدي 200 دينار كاش من اهداء الديوان وزيت السافي، زيت رقم واحد في تونس. رشيد 200 دينار شو تعمل بهم؟ والله عندي ان المراه ونصات. ربي وصل بالسالم، ربي يوصل بالسالم يا رشيد. كيف وتحاليل وكل حاجه. يلا المستعان. شو عندك بنوته ولا بلاتو؟ مازلنا في الشهر الاول. ربي يوصل بالسالم ان شاء الله. ربي يوصل بالسالم وان شاء الله تفرح به ولا بيع عروسه. تحيه لصديقنا رشيد ربح معنا 200 دينار كاش من اهداء الديوان وزيت السافي. ناس ريال الله ينور. والله انا حبيت نعمل ديديكاس لطفي النابتي واولاده. تفجعنا
والله تفجعنا اخوي والله تفجعنا نحن ما احتفلناش احتفل وحدك يا اخوي يا اخوي اللي تقرب كنت البرنامج الله لا يفجعكم الله لا يفجعكم اي لبيك قلنا النابت اللي عمل لنا الموكيت في في البلاتون حاب نحييه هو ولاد وساره ومريم ومحمد حيقولوا عيد ميلاد مبروك لامهم ريم العميري ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير يا ريم ان شاء الله ربي يفضل لك سي لطفي والعائلة كلها تحية لي وتحية للناس اللي تسمع فينا عيد ميلاد سعيد كل عام وحي بربي رفيق بعد إذنك يعني. تحية عيد ميلاد سعيد السامر السليمي إن شاء الله منيش غلط في الاسم ولد مدام ألفة وتحية لمدام أسمى علويني تسمع فينا في من باريس عمرها 75 سنة اليوم تحتفل بهم يا مدام ربي طول في عمرك أسمى العلويني عمرها 75 سنة ربي طول في عمرك وإن شاء الله في الخير وأقعد ديما أسمعنا 75 سنة مستمع وفي في باريس بوسوك من راسك يا مدام ربي يفضلك وربي يشدلك في صحتك إن شاء الله وميرسي بوكو على المساج الحلو اللي بعثته لزياد بربي باش ما يتغشش علينا زيد مستمع محمد الوسيتي اللي قال لي إيش معناها مستمعين كل اليوم ليش معناها تقول الأمينة بسايس ولدي ليه ولده اليوم يحتفل بأربع سنين من هولندا ولد بورهان ليه محمد الوسيتي متغشش قال لك علاش أربع سنين ولد بورهان ولد محمد الوسيتي من هولندا أربع سنين قولوا إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير وربي يفضله لك كل عام هو حي بخير وربي يفضله لك انت هذه حلقتنا اليوم شكرا لكامل الفريق ميرسي بوكو زياد على الحضور وعلى الكلام شكرا لك برنس تحيه للسندريلا ما عنديش وقت البطاقه تاسف برنس ميرسي بوكو برهان سونيا لدهماني نصر بدو يسيرين في الاعداد ناديا في الاخراج سامي في الديجيتال والاخراج الرقمي السلام عليكم برشا ان شاء الله نهاركم زين جمعه مباركه تحيه لجورمي على الابتداج نتاعنا اليوم هنا في الديوان ملتقانا ان شاء الله نهار الاثنين مني لكم احلى تحيه